اختتم مجلس الصحة الخليجي فعاليات هيلثكون والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام في دبي ضمن مبادرات إكسبو 2020 في جناح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي حيث قدم جميع الطلاب من جميع دول الخليج أفكارهم الإبداعية أمام لجنة التحكيم ليتم تقييمها للحملات الثلاث المقررة سابقا وهي حملة الصحة النفسية والاجتماعية لكبار السن وحملة خطورة السجائر الإلكترونية وحملة المخدرات وفاز بجائزة هيلثكون الرئيسية في موسمه الأول والطلاب طلاب مملكة البحرين لحملة خطورة السجائر الإلكترونية حيث سيقوم مجلس الصحة الخليجي بتبني جميع أفكار الطلاب المشاركين خلال حملاته القادمة وسيتم تضمينها في خطته التوعوية للحملات الثلاث المدرجة في مبادرة هيلثكون